انطلاقة وتسديدة لحسين رضا. هدف أول لصالح فريق العهد بعد خطأ فادح من الحارس أحمد منيع. أحسن نكفي أجواء المباراة. الكرة لصالح فريق العهد الشريف عزقي. بيلعبها لعصام عياش. عصام بحولها للامام مقطوعه بترجع بتروح لصالح التضامن صور التضامن بالهجوم. هيدي خطيره هيدي خطيره. هدف التعادل لصالح التضامن صور بهيدي اللحظات. يعني كمان منه لكريم رحال لزبيب. زبيب بانطلاقه بهيدي اللحظات بمراحل كثير. كرة لعند الزلقط. الزلقط الزلقط شو حيعمل؟ الزلقط بحول كرة عرضية ولكن الرأسية خارج المرمى وجديدة تسديدة فعم بصير هيدي اللحظات تخلص. أطلق الكرة أسعد زلقط وأكمل الكرة محمود زبيب بعد دربك داخل أرض العهد. اثنان الطبق الصورة واحد.